ليه تستنى الخير قدامك؟ ادي الجنة وادي طريقها، امشي خطواتها بأفعالك، فرصة وجات لك اوعى تسيبها. للجنة طرق جعلها الله تعالى لعباده الصالحين، وجعل لها مسالك يسلكها المؤمن من أجل أن يصل بها إلى الجنة. وفي طريق الجنة سنتكلم عن خصال أهل الجنة. في حلقتنا اليوم في طريق الجنة هنتكلم عن خصلة أرشدنا إليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي تشميت العاطس. أخبرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن الله عز وجل يحب للإنسان أن يعطس، ولعل ذلك لما فيه من فوائد صحية تدفع عنا الكثير من الأذى. لذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للعطاس سننا خاصة تجعلنا نهتم به، وهي عبارة عن أذكار يقولها العاطس وكذلك الذي يسمعه. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، يعني يقول له إيه؟ يرحمكم الله. أما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشميت العاطس أي يقول له يرحمك الله، ده من حقه عليه. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه اللي هو سمعه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. فالإنسان إذا عطس سن له أن يقول الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله فقط، أو الحمد لله رب العالمين، أي شيء من الحمد، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يقول له جليسه اللي هو سمعه يرحمك الله. وجاز الإتيان بميم الجمع أن يقول العاطس مجيبا لمن شمته يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يقول له يغفر الله لنا ولكم، أو كما قال وكما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه: إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. ففي تشميت العاطس طاعة ثوابها من الله تعالى، فالعاطس يحمد الله والذي يسمعه يدعو له بالرحمة، فيرد العاطس بالدعاء له بالهداية وإصلاح البال. ولا بأس بتنبيه من لم يحمد الله، يعني لما يعطس تنبهه تقول له قل الحمد لله، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، من باب النصيحة، من باب الأمر بالمعروف. فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه يقول:
عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما اللي هو سيدنا النبي، أي قال له يرحمك الله، ولم يشمت الآخر. فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني؟ فقال له صلى الله عليه وسلم إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. ويسن للعاطس أن يضع شيئا على فمه، إما باليد اليمنى بطن اليمنى أو بظهر اليسرى، ويخفض صوته بقدر المستطاع لكي لا يتأذى منه أحد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. إن آداء حقوق المسلم على المسلم من موجبات الجنة، وفي كل فعل فيه اتباع هدي المصطفى طريق للجنة. فاللهم اجعلنا ممن اهتدى بهدي نبيك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ليه تستنى الخير قدامك؟ ادي الجنة وادي طريقها، امشي خطواتها بأفعالك، فرصة وجاتلك اوعى تسيبها.